اهلا بكم في الاجنده كثيره هي القضايا التي ناقشناها في هذا البرنامج بغرض فتح افاق للتفكير امام المشاهد او مساعدته في فهم الغامض منها وفي المقابل هناك الكثير من القضايا التي كانت تستحق التناول ولم نتناولها بالتحليل والنقاش لاسباب مختلفه اما لان طبيعه البرنامج لا تسمح واما لان طبيعه المرحله السياسيه التي نمر بها لا تسمح من هذه القضايا على سبيل المثال قضية الدعوة إلى الانفصال أو حق تقرير المصير كما يسمونه في اليمن. على الرغم من كثرة الرسائل التي تأتينا أحيانا مطالبة بفتح هذا الملف الشائك الحساس للنقاش، لكن يبدو أن تأجيل الحديث في هذه المسألة لم يعد مجديا. ومن ثم رأينا أن نخصص هذه الحلقة لمناقشة مسألة الانفصال أو حق تقرير المصير في اليمن مناقشة من زاوية معينة ولأن الموضوع واسع النطاق ومتعدد الأبعاد سأكتفي بطرق نقاط معينة ومهمة لا يتم التركيز عليها عادة بشكل كافي في وسائل الإعلام عند النقاش في هذه القضية مع أنها أولى من غيرها هذه النقاط أولى من غيرها في النقاش هذه النقاط هي اجابات على الاسئله التي ينبغي ان يطرحها المطالبون بالانفصال على انفسهم والطرف الاخر والرافضون له في الطرف الاخر مثل سؤال هل سيحقق الانفصال الوعود التي يسوقها سرا وعلانيه للناس في الجنوب اذا حصل يعني اذا تم هل سيحقق هذه الوعود؟ وما هي المخاطره الاستراتيجيه المترتبه على حصوله اذا وقع لكن في المقابل ايضا هل مخاوف بعض الشماليين من الانفصال او من نظام الاكلمه هل هي مخاوف حقيقيه ام انها مخاوف وهميه ما الذي ينبغي ان يدركه الطرفان في هذه المرحله هذه الاسئله وغيرها ستكون هي موضوع حديثنا لهذه الحلقه فكونوا معنا هناك مفارقه لافته في عالم السياسه هي انه على الرغم من ان حق تكرير المصير يعني يعد حقا من حقوق الانسان الطبيعيه المعترف بها دوليا الا ان اكثر الدول الديمقراطيه لا تسمح به ولا تقبله امريكا مثلا دوله ديمقراطيه واسبانيا دوله ديمقراطيه وكذلك هي تركيا دوله ديمقراطيه والديمقراطيه في هذه البلدان تقوم على اساس قاعده حقوق الانسان. حقوق الانسان بمفهومها الليبرالي يعني. مثل حق الاعتقاد وحق التعبير وحق الحريه وحق التملك وحق التنقل وغيرها من الحقوق الطبيعيه اللي هي حقوق ما قبل الدوله، قبل وجود الدوله. والمفروض ان حق تقرير المصير يكون واحدا من هذه الحقوق التي تقوم عليها الديمقراطيه، المفروض هكذا. الا ان هذه الدول الديمقراطيه لا تسمح بهذا الحق. وقد تلجا الى استخدام القوه في وجه من ينادي به. وربما تصل تهمته، تهمه المنادي بالانفصال الى حد الخيانه العظمى التي قد توجب الاعدام في بعض الدول. هذه او هذا يحدث في الدول الديمقراطيه فما بالك بالدول الشموليه مثل الصين او روسيا مثلا. السؤال هو لماذا؟ لماذا يعد حق تقرير المصير خط احمر في بعض الدول؟ من الواضح ان الدول تفكر بطريقه نفعيه براغماتيه لا بطريقه اخلاقيه. الدول وليس الافراد. الدول لا تفكر بطريقه اخلاقيه وانما بطريقه نفعيه. ينبغي ان يكون هذا حاضرا في اذهاننا. يعني حتى ايمان هذه الدول بحقوق الانسان اللي هي الدول الديمقراطيه لما تقول لك احنا مسلمين بحقوق الانسان وبنينا حياتنا السياسيه على قاعده حقوق الانسان حتى ايمانها بحقوق الانسان هو ايمان نفعي براغماتي بحت لماذا لانه التسليم بحقوق الانسان والديمقراطيه وجدوا انه يضمن استقرار المجتمع واستقرار الدوله ومن ثم يضمن تقدم الدوله والمجتمع وحق تكرير المصير هو من الحقوق التي تتعارض مع هذا الهدف من وجهة نظر النخبة السياسية الحاكمة احنا محتاجين استقرار ومحتاجين تقدم الاستقرار يضمن التقدم الدعوات الانفصالية لا تضمن الاستقرار تضمن دائما يعني تشجع على التفكك المستمر ومن ثم لا استقرار ولا تقدم وهذا عكس الهدف النفعي اللي بيطلبوه لأن هذا الباب لو فتح لن يغلق الا وقد اعيد تشكيل الحدود حدود الكره الارضيه كلها حدود الدول في الكره الارضيه كلها كل الدول عندها مشكله تقريبا كل الدول عندها مشكلات حدوديه فلو فتحنا الباب ولا حتبقى دوله من غير اعاده ترتيب اكثر هذه الدول لديها مشكلات من هذا النوع الذي يخلق مبررات للانفصال ولو فتح الباب كما قلنا لن تبقى لا امريكا ولا روسيا ولا الصين ولا الهند ولا اي دوله من الدول على حالها اي ان حق تكرير المصير وان كان مقبولا من الناحيه الاخلاقيه والقانونيه لبعض المنادين به الا انه من الناحيه الواقعيه لم يجري بطريقه سليمه يعني قد يكون حق من الناحيه النظريه متفق عليه وما فيش حوله مشكله لكن احيانا قد اذا لم ياتي بطريقه سليمه قد يؤدي الى فوضى دوليه فوضى دوليه عارمه ولذلك الامم المتحده اعترفت به لكن قننته وضعت له يعني شروط ومن ثم فان هذا الحق قد يهدد منظومه حقوق الانسان الاخرى كما يهدد الاستقرار الدولي قد الو... يهدد الاستقرار استقرار الدول واستقرار المجتمعات اذا لم يمضي بطريق صحيح ومن باب درء المفاسد المقدم على جلب المنافع كما يقول الاصوليون من هذا الباب فإن النخبة السياسية في أكثر البلدان الديمقراطية ترفض هذا الحق. إسبانيا مثلاً ترفض إنفصال إقليم كاتالونيا. مع أن أصحاب هذا الإقليم مختلفون مختلفون عن بقية الإسبان ثقافة ولغة، يعني في اختلاف ثقافي ولغوي، مش مجرد يعني طموح كذا للإنفصال لمجرد إنه هذا الإقليم لديه حوالي 20% من واردات الدولة. من واردات اسبانيا يعني هو اغنى الاقاليم في اسبانيا ولذلك اصحابه يريدون الانفصال، لكن لديهم مبرر وجيه في الانفصال انهم اصحاب لغه وثقافه مختلفه، يعني هناك مبررات وجيهه للانفصال. هذه هي المبررات الثقافيه والاخلاقيه والحقيقيه للمطالبه بالانفصال، نحن امام اختلاف هويات. هويه هذا الشعب مختلفه عن هويه الشعب الاخر. كلام منطقي. ومع ذلك لم يتمكنوا من الحصول على حق تقرير المصير فما بالك بمن يطالب بالانفصال عن هويته الطبيعيه مثل اصحابنا في بعض الانفصاليين في الجنوب يطالب بالانفصال عن هويته اليمنيه يقول لك احنا مش يمنيين مع انه كلمه يمن نفسها جت من, من من تلك المنطقه من ذلك ال يعني هي هويتها الاصليه اذا كان في يمن فهي تلك البقعه من الارض اليمنيه يطالبون بالانفصال عن هويتهم وعن تاريخهم القومي بمبررات سياسيه لا مبررات ثقافيه ولا لغويه يعني ما في خلاف في الهويات ولا في اختلاف في الثقافات وانما هو فقط لمجرد انه في كان هناك يعني وطن سياسي استمر فتره من الزمن مستقلا عن اليمن الطبيعي هذا هو المبرر الوحيد ما دمنا سنناقش موضوعا حساسا كموضوع الانفصال فلا بد من الوضوح والصراحه. ومن الوضوح ان يعرف المشاهد ان العبد لله المتحدث في هذا الموضوع هو شخص متحيز في هذه القضيه لجانب الوحده. لكن هذا تحيز عقلاني لا يترتب عليه شيء من يعني شيء مخل باخلاق القضيه. يعني انا شخصيا متحيز لخيار الوحده اليمنيه، لكن هذا لا يعني اني اكف من المطالبين بالانفصال موقف العداء بل على العكس اقف معهم وبجوارهم الى ان يحصلوا على حقهم في التعبير عن قضيتهم واختيار مصيرهم المصير اللي يحبوه يعني هذا من موقعي كيمني ومن موقعي كانسان اما من موقعي كمثقف فان من واجبي ان اناقش معهم تبعات هذا الخيار بغرض الاجابه عن سؤالين مهمين على الاقل هما السؤال الاول هل سيحقق الانفصال الاهداف والوعود التي يطمحون اليها والتي وعد بها هل سيحقق لهم الاستقرار والتنميه والرخاء والحريه والكرامه والعداله والمساواه هذا سؤال سؤال اخر ولماذا نخاف نحن من خيار الانفصال مثلا لماذا هناك من يخاف من خيار الانفصال مع اننا نؤمن بحق تقرير المصير سأبدأ الإجابة عن السؤال الأخير لأنه سيقودنا إلى الإجابة عن السؤال الثاني لماذا يفضل شخص مثلي خيار الوحدة على خيار الانفصال وأنا واحد من الناس أمثالي كثير الجواب ببساطة وبوضوح لأن تقسيم اليمن إلى دولتين أو ثلاث أو أكثر سيدفع الدول المنقسمة إلى الدخول في مرحلة صراع جديدة وحرب باردة وساخنة على غرار حرب الكوريتين هذا الحرب هذا الصراع سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف الموارد والطاقات وإلى مصادرة الحقوق والحريات وإلى سيطرة قلة من المستفيدين المستبدين والفاسدين على القرار في كل بلد احنا بنكلم عامة الناس ما بنكلمش النخب بكلام واضح بسيط هذا الكلام ليس من باب التنجيم هذا مش ضرب الرمل وإنما هو نتيجة منطقية جدا لمقدمات الانفصال منطقية يعني لكي تتضح الحقيقة لكي تتضح هذه الحقيقة بصورة أوضح يعني دعونا نحللها خطوة خطوة والكلام كما قلت لعامة الناس البسطاء اللي ممكن ينخدعوا أما النخب المستفيدة من ال... من من الامور هذه فمن الصعب مخاطبتها بمنطق العقل والتاريخ. قرار الانفصال يعني ان العلاقه بين الاخوه الاشقاء قد وصلت الى مستوى القطيعه. وهذا يعني ان مستقبل العلاقه بين الاخوه الاشقاء لن يكون على ما يرام، المستقبل لن يكون على ما يرام. وسيكون وهذا يعني ان كل طرف منهم لن يامن الطرف الاخر. وسيعمل على حماية نفسه من الأخ الذي أصبح عدوا وعادة ما تتطور الأمور إلى حرب باردة ومؤامرات ثنائية كل بلد يشتغل ضد البلد الآخر شغل أجهزة مخابرات كذر وغير ذلك من ما نعرفه من التجارب المباثلة أمامنا مثل التجربة الكورية كما قلت هذا الصراع أو مثل التجربة اليمنية القديمة أيام الشطرين السابقين صراع كان يستنزف موارد الدولة وطاقاتها. وهذا الصراع طبعا بحاجة إلى تمويل تمويل سخي قد يستنزف ثلث ميزانية الدولة من أجل تدعيم المجال الأمني والعسكري والسياسي وربما أكثر من الثلث. طبعا هذا بيجي على حساب التنمية المفروض الفلوس هذه تروح للتنمية، تروح للصحة، للتعليم، للبنية التحتية لا حتروح للمخابرات والامن والامور السياسيه والمؤامرات يعني انت لا تتضرر كمواطن والخطوره في هذا الصراع ليس في انه يستنزف موارد البلاد يعني وطاقاتها فقط الاخطر من ذلك انه يدفع البلد باتجاه العسكره كما نسميها يعسكر البلد يعسكر الدوله البلدان التي تعاني من الصراعات السياسيه داخل حدودها أو خارج حدودها لابد أن تتحول إلى رهينة في يد العسكر، لماذا؟ لأن الصراع السياسي والتهديدات السياسية عادة تعطي الأولوية لأجهزة الجيش والأمن على حساب القوى المدنية الأخرى، يعني تعلي من شأن القوى العسكرية على حساب القوى المدنية الأخرى، فتبرز وتتحكم وتسيطر وتتعسكر البلاد يعني. تتوارى قوة المجتمع لصالح قوة الدولة. وهنا يكون المجتمع قد وقع في الفخ. المجتمع الذي يقوي الدولة على حساب نفسه على حساب قواه المدنية القوى المدنية مثل المجتمع المدني والسلطات التشريعية والتنفيذية، هذا المجتمع يتحول إلى رهينة في أيدي الجهاز الحاكم الذي عادة ما يتحول تحت إغراء السلطة السلطة المطلقة يتحول إلى جهاز فاسد مستبد طبيعي. السلطة المطلقة كما يقولون مفسدة مطلقة تحول الملك إلى شيطان والزاهد إلى لص إلا من رحم الله طبعا والاستثناءات لا حكم لها القاعدة هي الأساس قد يقال مثلا أن نموذج كوريا الجنوبية ينفي هذا التخوف عندنا كوريا الجنوبية متقدمة وكويسة مع أنها في صراع الحقيقة أن نموذج كوريا الجنوبية يثبت القاعدة اللي قلناها ولا ينفيها لماذا؟ لأن كوريا الجنوبية نجحت أو نجت من مصير العسكرة لأن قوة عظمى تسمى الولايات المتحدة الأمريكية قد ضمنت أمنها من تهديدات جارتها الشمالية في معها حامي ضامن ما تحتاج تستنزف مواردها في سباق التسلح مع كوريا الشمالية وأمريكا يعني هنا دخلت لأسباب تتعلق بمصالحها ولولا ذلك لكانت كوريا الجنوبية في وضع يشبه وضع كوريا الشمالية ومع ذلك فإن تهديد كوريا الشمالية هو الكابوس الأكبر بالنسبة للجنوبية هذا هذا الكابوس اللي هو كوريا الشمالية قد يحول حركة التنمية في كوريا الجنوبية إلى تاريخ إذا وقعت الواقعة إذا دخلوا في حرب تنمية كلها تروح في, 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 في كوريا الجنوبية إذا فكرة الإنفصال ليست فكرة مثالية من الناحية النظرية كما يتصور البعض ولا من الناحية الواقعية لأنها قد تكون مدخلا لمشاكل هي أكبر بكثير من المشاكل التي هربنا منها إلى الإنفصال، إحنا هربنا إلى الإنفصال ليش؟ بسبب مشاكل بسبب انعدام العدالة والمساواة و والحريه والكرامه وبسبب انعدام وجود الدوله والقانون طيب ما احنا ممكن اذا هربنا للانفصال نهرب الى نفس المشاكل ممكن تجي مشاكل أسوأ من المشاكل السابقه ليس فقط لان الصراع سيدفع لعسكره الشطرين او الاشطر ومن ثم يستنزف مواردهم الماليه وطاقاتهم البناءه مش بس لاجل هذا وانما لانه في هناك حاجه اخطر من هذا لانه سيخلق نخبه حاكمه مستبده فاسدة تجعل سيئات الوحدة حسنات بجوار الانفصال. وهذه مشكلة. هذه مشكلة واحدة فقط من مشكلات الانفصال في دول العالم الثالث، انه تجيب لك عسكر للسلطة، والعسكر إذا جاءوا السلطة خلاص انسى، انسى لا تنمية ولا ولا مساواة ولا عدالة ولا راحة بال ولا شيء مما تحلم به، انسى، العسكر إذا دخلوا قرية أفسدوها. هذه المخاوف التي ذكرناها بدأ الاخوه في الجنوب يلمسونها هذه الايام خلال هذه الفتره القصيره التي سيطرت فيها الاحزمه الامنيه المدعومه من الامارات، بدأوا يلمسوا هذه المخاوف. الجنوبيون اليوم ذاقوا في هذه الفتره من الويلات على يد الجنوبيين انفسهم ما لم يعرفوه منذ العام 86 اغتيالات بالجمله، تعذيب، اخفاء قسري، فرز مناطقي فساد هائل عمالة يعني رخيصة للأجنبي الطامع في مقدرات الجنوب باعوا الجنوب باعوا للإمارات وصل الحال بهؤلاء العملاء إلى حد إنكار هويتهم التاريخية والحديث عن جنوب هكذا اتجاه بدون هوية وتسليم الجمل بما حمل للإمارات الذي يحتكرهم ويوظفهم كالسخرة لصالحه وغيرها من المظاهر التي دفعت الكثير من الجنوبيين العقلاء الذين كانوا يتحدثون على الانفصال دفعتهم لمراجعة موقفهم من الوحدة من أمثال الشيخ علي, البجيري عضو مجلس الشورى اليمني وصاحب القصيدة المشهورة لا عادنا لا عاد بابا وحده ولنا وحدوي هذا الرجل ألمح إلى بعض المشكلات التي يعاني منها الجنوب اليوم في مقابلة تلفزيونية في الجزيرة تعالوا نستمع إلى مقطع قصير أنت انفصالي ولا وحدوي؟ أنا كنت أكره الوحدة حتى الموت في عهد علي عبد الله صالح ونظامه ولكني كرهتها كرهت الانفصال اليوم حتى الموت في عهد عيدروس ومجلسه ومن يملي عليه التعليمات من خارج حدود البلد لماذا؟ يعني أنت أنت تخليت عن فكرة الانفصال؟ نعم تخليت تخليت،, تخليت, تخليت سأقول لك الجنوبيون يتهمونك بانك خنت القضيه الجنوبيه بتخليك عن فكره الانفصال. انت تقول بانهم اعطوهم الفيلات، هم ايضا يقولون بانك تقبض فلوس نعم لكي تنتقد عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي الجنوبي الحمد الجنوب. لله انك سالتني السؤال هذا ومن على هذا المنبر العالمي اقول اشهد لله اني يمني 100% هو أني لست عميل لا لدوله ولا لحزب ولا لشخص ولا اشخاص ووالله ثم والله لو انا عميل او استلم مال لما تجرأت ان اتكلم ويسمعني من يدفع لي المال ويقول لي هذا كذاب طيب لماذا تخليت عن عن القضيه الاساسيه يا سيد يسأل الجنوبي عن الانفصال نحن انا احد مؤسسي بل فكرتي كانت التصالح والتسامح الجنوبي هي فكرتي انا اللي طرحت الفكره صاحبها انا نكاية بعلي عبد الله صالح لا لا عاد ابا وحده ولا انا وحده نعم آه. نعم انا قلتها الان انت تريد تريد نعم و... ليش؟ انا لانه عادونا الى المربع اللي خرجنا منه قبل التصالح والتسامح احنا راجعناهم قلنا لهم يا جماعه في عندما اشتد عود الحراك شفنا الحراك بدا ينحرف وبدات العقليه القديمه تسيطر على بعض الناس ويعودوا الى المربع الذي كانوا فيه او خرجوا منه ويريدوا يعيدوا الى المناطق إيه طيب ما دام يعني احنا ما نعود الى ماضينا نتناحر ونتقاتل انت تقتلني خلاص ما نريد الانفصال بل تكون الوحده زملائك ما خرج لنا جميعا طبعا مشكلات الجنوب بعد الانفصال اذا حدث لا قدر الله مشكلات لن تتوقف عند المخاوف التي ذكرناها كما يعرف الجميع. هناك كومه من التحديات والمشكلات التي تنتظر الشعوب شعوب الجنوب وليس شعب الجنوب. منها وجود نزعات انفصاليه داخل الكتله الجنوبيه نفسها. مثل النزعه الحضرميه. ولها مبرراتها ولها فرص نجاح ايضا. وهناك تحديات الاطماع الخارجيه في مقدرات اليمن بشطريه او اشطاره. وخاصة لما تكون الدولة صغيرة وضعيفة بتكون الأطماع كبيرة من الخارج وتصبح لقمة سائغة شوفوا قطر على سبيل المثال دولة تتعرض لمؤامرات بسبب ضعف حجمها مثل أطماع دول الخليج والدول الاستعمارية في جزيرة سقطرة وميناء عدن والبحر العربي الدول الكبيرة تنجو من هذا الابتزاز وقبل أيام خرجت علينا كانت عارتي الروسية خرجت بتقرير يتحدث عن الثروه النفطيه في اليمن وقالت انها تقدر بحسب تقرير المخابرات الامريكيه تقدر بحوالي 10 مليار برميل نفط منها 5 مليار في النصف تقريبا في الجنوب. ويقول تقرير القناه ان الصراع في اليمن هو صراع على البترول اليمني، صراع الدول الخارجيه عينها على البترول في اليمن الذي يفوق حجمه حجم البترول الخليجي كله. طبعا لا ندري مدى صحة هذه التقارير او دقتها، لكنها بالطبع لا تأتي من فراغ. لا دخان من غير نار كما يقولون. وليس من المعقول يعني ان يتواجد النفط في كل دول الخليج بكميات كبيرة الا في اليمن، مع انه اليمن تشترك معهم في صحراء واحدة. وفي شريحة جغرافية واحدة. وما زالت اسرار هذا الموضوع غامضة يعرفها المسؤولون في هذه الدول فقط. ولا يريدون اطلاع الناس عليها لأسباب نستطيع تقديرها او نستطيع فهمها. اعضاء مجلس النواب اليمني في عهد صالح لا يعرفون الحجم الحقيقي للثروه النفطيه ولا يعرفون اين تذهب عائداته. وكانه كان ملك علي عبد الله صالح بس لا ملك البلد. عموما اردت القول ان حجم التحديات التي تقف امام اليمن كبيره جدا. وستصبح اكبر اذا تمزق الى اشطار صغيره ضعيفه متناحره. يسهل اخضاعها والسيطره عليها من قبل الاجنبي الاجنبي الطامع فيها. واردت القول ان على الجميع في الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب ان يخشى فكره الانفصال، ان يخاف منها لانها ستؤثر على حياته الشخصيه وعلى مستقبل ابنائه، الامور هذه لا تتخذ بقرار عاطفي ورد فعل عاطفي. هذه قرارات خطيره وكبيره واستراتيجيه ينبغي ان تتخذ. وفقا لمنطق علمي وعقلاني لانها على الاقل ستدفع باعداء التنميه الى كرسي الحكم واعداء التنميه بالطبع هم العسكر هذا ابسط او اهم تخوف وتاريخ الفشل العربي كما تعلمون هو تاريخ العسكر او تاريخ الاستبداد بلغه ادق ما هذا الفشل والتخلف والتبعيه والضنك الذي عايشين فيه العرب كله بسبب العسكر الاستبداد الذي تسبب في عسكرة المجتمعات العربية هو السبب ومن يومها صار حديث الامن عندنا أهم من حديث التنمية من يوم جاءت إسرائيل تحديدا صار حديث الامن أهم من حديث التنمية ومن ثم صار العسكري أهم من الأديب والفنان والمفكر والفيلسوف فأصبحنا دولا متخلفة ومجتمعات مقموعة تجيد القتل والخراب أكثر مما تجيد الإبداع والتنمية وهكذا اصبح واضحا ان فكره الانفصال على الارجح لن تحقق الوعود التي بشرت بها التاريخ يقول ان اليمنيين من اكثر المجتمعات العربيه حيويه ان لم تكن اكثرها بالفعل بدليل عدد وحجم الأحداث الكبيرة في تاريخهم الحديث اليمنيون صنعوا خلال ستين سنة فقط أحداث كبيرة بمعدل ستة أحداث طبعا يعني بمعدل حدث واحد لكل عشر سنوات ستة أحداث كبيرة في ستين سنة صنعوا أربع ثورات ووحدة وطنية ومؤتمر حوار وطني شامل هذه ديناميكية عالية اليمنيون جربوا خلال هذه الفتره الملكيه والجمهوريه وجربوا الانفصال والوحده وجربوا الاستبداد والديمقراطيه وجربوا الحروب الاهليه والحوارات الوطنيه وجربوا المؤامرات الخارجيه بكل انواعها وهذه الاحداث كيفما كانت كيف ما كان تقييمنا لها تدل على حيويه الانسان اليمني وديناميكيته مقارنه بالشعوب الراكده بجوارنا أكبر حدث سووه في السعودية أن يخرجوا يفحطوا بالسيارات شعوب استاتيكية ثابتة هذه الحيوية لا ينقصها إلا تحويل هذه الأحداث إلى دروس يمكن البناء عليها عند اتخاذ القرار يعني إحنا لا ينقصنا إلا الحكمة لأن الحكمة كما يعرفونها في الغرب هي التجربة مضافاً إليها التأمل يكون عندك تجربه مضافا اليها التامل يعني تحويلها الى درس فيكون عندك حكمه ونحن جربنا كثيرا لكن لم نتامل كثيرا يعني لم نحول تجاربنا الى دروس نبني عليها دائما نبدا من اول السطر في كل تجربه وكاننا لم نكتب سطرا واحدا من قبل في اغلب الاحيان المراد من هذا الكلام هو القول باننا جربنا من قبل فكره الانفصال ما هي جديده علينا وجربنا فكره الوحده الاندماجيه ونظام السلطه المركزيه وكانتا تجربتان فاشلتان الانفصال تجربه فاشله والوحده المركزيه تجربه فاشله والمفروض انه نتجه لتجربه الفكره الثالثه لفكرة فكره الدوله الاتحاديه غير المركزيه فكره نظام الأقاليم. لأنها فيما يبدو هي الفكرة الوحيدة التي تعالج مشكلة اليمن بشطري، بل مشكلة اليمن والوطن العربي كله. المشكلة التاريخية. أعني مشكلة الاستبداد الذي تتجه السلطة الذي تنتجه السلطة المركزية. ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مشكلة العرب هي مشكلة تركيز السلطة في يد قلة كل قليلة من المتسلطين السلطة المطلقة مفسدة مطلقة والحل الوحيد لهذه المشكلة هو تفتيت السلطة تفتيت السلطة أو إعادة توزيعها بحيث لا يبقى في... بحيث لا تبقى في يد شخص واحد أو حزب واحد أو قبيلة واحدة ونظام الأكاليم يعطي حل نهائي لهذه المشكلة لأن كل إقليم سيكون لديه جزء من السلطة وفي هذه الحالة لا يستطيع طرف محدد أن يجمع كل السلطات في يده ومن ثم لا يستطيع تشكيل قوة قاهرة مثل قوة الجيش الذي يتحكم بالحياة المدنية ستصبح السلطات المحلية المدنية أقوى من سلطات العسكر وسيسحب سيسحب ملف الشؤون الداخلية من أيدي العسكر إلى يد السلطات المحلية المدنية ايا كانت مشايخ ولا يعني مجالس محلية ايا كانت بحيث يتفرغ الجيش لحراسة الحدود ومقدرات البلد فقط وبهذا يتحول اليمنيون من سباق التسلح والعسكرة الى سباق التنمية فمن الذي يقف امام هذا الخيار ولماذا يتخوف منه البعض يا ترى نشوف الذين يقفون امام خيار الاقاليم في اليمن كثيرون منهم الخاسرون من قيام هذا النظام او هم جميعا الخاسرون من قيام الدوله الاتحاديه نظام الاقاليم منهم المستفيدون من وجود النظام السابق الذين اثروا من فساد ذلك النظام وعاشوا ملوكا على اليمنيين والجهة الثانية الرافضة لفكرة الأكاليم هي المشروع الإمامي المستذئب المشروع الإمامي المستذئب يرفض نظام الأكاليم المتعدد لكن ما عندهش مانع لو كان في دولتين انفصال مثلا في حدود تسعين لأن هذا المشروع الإمامي لا يمكنه أن يعيش في ظل دولة يسيطر عليها سيطرة تامة لا تسمح لغيره من المشاريع بالمنافسة يعني المشروع الإمامي لا يستطيع أن يعيش على قاعدة التنافس الحر لا ما حد يشتري بضاعة الإمامة إذا عرضت في السوق الإماميون يعرفون هذا ولذلك يلجؤون دائما إلى استخدام القوة في بناء مشروعهم في بناء دولتهم المشروع الإمامي لا يمكن أن يكسب عبر صناديق الانتخابات لأن أكثرية الناس لا يمكن أن تنتخب مشروع عنصري كهنوتي مستبد والإمامة تعرف أنها إذا سيطرت على إقليم واحد دون بقية أكاليم اليمن فإنها على الأرجح ستخسر مكاسبها لأن الناس سيقارنون بينها وبين بقية الأقاليم. والمقارنة ليست في صالحها. ولن يكون لديها جيش يرغم الناس على القبول بها إذا مسكت إقليم فقط. هناك أيضا أحزاب تظن أن مكانتها ستتأثر في ظل وجود نظام الأقاليم. إذا هو إذا إذا قسمنا اليمن على أكثر من إقليمين. يعتقدون أنه سيتضررون لأن هذه الأحزاب بنت وجودها على نظام على الحدود عام 1990 على أسس مناطقية يعني وهذا نوع من التفكير بنت كينونتها على أسس مناطقية وهذا نوع من التفكير الأناني الذي يضر البلد ولا ينفع وأصحاب هذا هذه المواقف جميعا يبنون مواقفهم من نظام الأكلمة بدافع الأنانية الطائفية أو الحزبية أو المناطقية أو الشخصية أحيانا لكن هناك آخرون يرفضون فكرة الأكلمة بدوافع أخرى معظمها أوهام أوهام غير مدروسة يعني يعتقد البعض من أبناء المحافظات الشمالية أن توزيع السلطة والثروة عبر النظام الأكلمة سيكون جائرا بحقهم لأنهم يعني لديهم خصوصيه، جمعوا بين الكثافه السكانيه وندره الموارد. عدد سكان كبير وموارد محدوده جدا. وفي هذه الحاله يعتقدون انه سيكون نصيب الفرد من الثروات اقل بكثير من نصيب اقرانه في الاقاليم الاخرى. والحقيقه ان هذا الكلام فيه بعض الوجاهه لكن فيه كثير من الوهم ايضا. هو كلام وجيه اذا اعتبرنا ان الثروات الطبيعيه هي فقط النفط والغاز. والثروه البحريه. اما اذا اعدنا هيكله الثروات الوطنيه واعدنا تعريفها فسيختلف الامر. بل ربما يتبين ان اصحاب الكثافه السكانيه في الشمال وتحديدا في الهضبه هم الاكثر استفاده من نظام الاقاليم. كيف يمكن ان يكون هذا؟ نشوف. أول فائدة سيجنيها سكان الهضبة اليمنية من نظام الأكاليم هو التحرر من لعنة العسكرة التي لازمتهم لعشرات القرون كانوا طوال حياتهم عسكر ومرافقين والعسكرة كانت لعنة أصابت أبناء الهضبة وحربتهم من التفكير في تحويل الفرد إلى مورد للثروة تحويل الإنسان هناك إلى بئر نفط وبئر غاز نظام السلطة المركزية عود ابناء الهضبة او عود ابناء الهضبة تحديدا على الاتكال على الدولة وجعل افرادهم عبارة عن اسرى لدى المتنفذين في الدولة والمجتمع الذي يعتمد على الدولة في لقمة عيشه وفي حياته تضمر لديه ملكة الابداع والابتكار والانتاج والتعليم لماذا؟ لأن مستوى التحدي لديه ضعيف المجتمعات كيف تتقدم؟ تتقدم بفضل التحديات التي تحفزها على الإبداع لما يكون عندك كم كبير من التحديات لما تكون التحديات والتهديدات التي أمامك كبيرة يكون حافزك على النجاح أكبر لما يكون المجتمع خايف من الفقر وخايف من الجوع وليس لديه مصادر مضمونة للدخل هذا مجتمع مثل هذا يقوم باعاده اكتشاف نفسه يبدا يهتم بالتعليم اكثر يوظف طاقاته ويوظف مقدراته بشكل افضل يتحول الفرد فيه الى مصدر طبيعي للثروه يعني احنا على سبيل المثال عندنا نماذج في الوطن العربي الاردن مثلا الاردن ولبنان واليابان على المستوى الدولي هذه بلاد فقيره فقيرة جدا من حيث الموارد الطبيعية يعني في الأردن ولبنان واليابان ما عندهمش موارد طبيعية هذا التحدي دفع هذه الدول للاهتمام بالفرد وتعليمه وتحويله إلى مصدر للثروة القومية الفائدة الثانية التي سيجنيها أبناء الشمال من نظام الأكاليم هو أنه سيهيئ لهم الفرصة لاكتشاف الميزات الطبيعيه في مناطقهم طبعا عندهم ميزات لا نظيره لها الميزات الموجوده في الهضبه مثلا لا نظير لها في الجنوب الا بشكل محدود يعني على سبيل المثال التنوع البيئي في الشمال هذا التنوع البيئي وتنوع الطقس ثروه لا نظير لها تنوع الطقس بين الاعتدال والبروده والحراره من منطقه الى اخرى في مناطق الشمال هذا الوحده ثروه سياحيه لا نظير لها ولا قيمه لاي ثروات طبيعيه بجانبها ما قيمه ان يكون لديك نفط وانت عايش في الرياض ولا في ابو ظبي ولا في الدوحه ما قيمه صنعاء القديمه وحدها يمكنها ان تتحول الى متحف عالمي يدر ملايين الدولارات بل مليارات إذا أديرت بشكل ذكي وعلمي وفيه شوية خيال بإمكان لمسات فنية معينة أن تجعل من صنعاء القديمة قطعة من ألف ليلة وليلة متحف ضخم بإمكان ضواحي صنعاء مناطق في ضواحيها مثل شبان كوكبان أو دار الحجر أو غيرها من المناطق اللي فيها معالم سياحية إذا تم الاعتناء بها اعتناء حقيقي بإمكانها أن تتحول إلى مزارات سياحية عالمية. إذا تم تأهيلها سياحياً وفق رؤية ذكية كما قلت محتاجة لمسات فنية لمسة شاعر ولمسة خبير ولمسة مستثمر. فما بالك بمناطق إب وغابات عتمة وغيرها من المناطق التي ذات الطبيعة السياحية الساحرة الفاخرة. وهناك عشرات او مئات المواقع الاثريه التي يمكن تاهيلها لتصبح مزارات سياحيه تدر العمله الصعبه على اهلها وعلى الدوله وهناك تنوع ثقافي كبير جدا في الشمال هو في حد ذاته الثروه السياحيه اخرى لا نظير لها في في الجنوب ولا في الجزيره المحافظات الشمالية غنية بكل المعايير ما نتكلمش عن الثروات المعدنية وغيرها وثرواتها من هذا النوع لا ينضب مثل البترول والغاز الغاز والبترول له عمر محدد سينتهي خمسين سنة خليها مية سنة وبعدين مستمتع بعيشتك في التنور لا هذه ثروة لماذا تعتقدون أنكم بلا ثروة؟ الخطاب للجماعة اللي بيتخوفوا من الانفصال لا أنتوا أصحاب ثروة دائمة ثابتة أبدية بعد أن ينتهي الغاز والنفط لن يبقى لك سوى الجو الجميل والبيئة الجميلة لو تركنا السلاح على جنب وتركنا فرصة للإنسان يظهر إبداعه وعبقريته ستظهر عبقرية الإنسان اليمني وسيصنع المعجزات وهذا طبعا هو اللي بيخشاه الحساد والحاكدون من أبناء الصحراء المجاورة طبعا الكلام كثير ووقت الحلقة محدود أرجو أن أكون قد لابست النقاط الحساسة والمهمة بالنسبة للجمهور إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله